نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تصميم العملة الجديدة فئة 2 جنيها وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل. وأوضح المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة، كما أوضح أنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة فئة 2 جنيها حتى الآن. داخل مصلحه الخزانه العامه وسق العمله للمفاضله بينها لاختيار التصميم الانسب مؤكدا انه سيتم الاعلان عن موعد طرح العمله الجديده بالاسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها